السلام عليكم، اهلا بكم في فيديو جديد. النهارده ان شاء الله هنعمل الفراخ بروستد بطريقه حلوه قوي. دي افضل طريقه انا وصلت لها للفراخ. انا عملت معاكم طرق كتير قوي للفراخ البروستد او الفراخ الكنتاكي او الفراخ المقرمشه زي ما بيسموها، بس دي افضل طريقه والله عن تجربه. وكمان بتدينا يعني اقرب طعم من اللي احنا بنشتريها من بره. وكمان عملت سلطه الكولسلو بمكونات بسيطه خالص، هتعجبك قوي طريقتي. تعالوا نشوف عملتها ازاي. بس قبل اي حاجه هنسمي بسم الله ونصلي على الرسول عليه افضل الصلاه والسلام. هنا معايا فرخه صغيره، لازم تكون الفرخه صغيره، يعني ما تكونش حجمها اكتر من كيلو 200 جرام او كيلو 300 جرام، ما تكونش اكبر من كده. وقطعت الفرخه على 8 قطع كده زي ما انتم شايفين بطريقه بسيطه خالص. طبعا مغسوله كويس قوي الفرخه ومتصفيه كويس قوي من الميه، ما فيهاش ولا نقطه ميه كده زي ما انتم شايفين، علشان تشرب التتبيله بتاعتنا كويس قوي. خلاص كده زي ما انتم شايفين قطعتها. وهنا معايا التتبيله، معايا معلقه كبيره من البابريكا، معلقه كبيره من الجنزبيل، جنزبيل مهم قوي، ونص معلقه من المرقه الفوريه، بتدي طعم حلو قوي، هي اللي بتدينا الطعم القريب من الفراخ اللي بنشتريها من بره. ونص معلقه من الشطه، نص معلقه من الكاري، ورشه بسيطه من الحبهان البودر، بتديها ريحه وطعم حلو قوي، ومعلقه كبيره من البصل البودر، ومعلقه من الفلفل الاسود. وقلبت كل التوابل دي كويس كده مع بعض عشان هنستعملها في اكتر من حاجه. والتوابل هكتبها لكم بالتفصيل في صندوق الوصف عشان اللي ما سمعش كويس. هنا زي ما انتم شايفين كده اخدت شويه من التتبيله اللي احنا عملناها دلوقتي مع بعض، وتبلت الاول الفراخ. لازم تتبلي الاول الفراخ كده، تاخد طعم التتبيله وبتدينا طعم تحفه. زي ما انت بتاكليها من بره كده بتحسي ان فيها تتبيله من جوه، هو ده السر، ان انت لازم تتبليها الاول قبل ما تحطيها في الخلطه بتاعتها. تبلتها كويس قوي كده بشويه، يعني حوالي معلقتين من التتبيله اللي احنا عملناها مع بعض بس كده. وهبتدي ان انا اعمل لها الخلطه اللي انا هضيفها فيها. طبعا بتقلبيها كويس قوي في بعضها علشان تتشرب كل التتبيله. وهنا معايا الخلطه اللي هنقعها فيها او هنخليها تتبل فيها. هنا معايا كوبايه من الحليب، وفصين من الثوم، فصين فريش بيدوا طعم حلو قوي غير الثوم البودر. زي ما انتم شايفين هرست كده الفصين من الثوم وضفتهم على الحليب. بعد كده نزلت بحوالي ربع كوبايه من الخل، ومش كتير، ربع كوبايه من الخل، هتخليها تستوي معاكي وتبقى طريه وجوسي قوي من جوه. وهنا ضفت كمان بيضه، البيضه بتديها قرمشه وبتديها طعم حلو قوي وريحه كمان حلوه. ما تقوليش لا انا مش هضيف البيض، لا انا جربتها بكل الطرق وافضل حاجه لما بضيف لها البيضه. وهنا نزلت اول حاجه باربع معالق من الدقيق، وهشوف لو محتاجه دقيق اكتر هزودها لحد ما توصل لعجينه سايله او عجينه شبه عجينه الكريب. اضفت كمان معلقتين من الدقيق، شايفين بالطريقة دي. بعد كده هضيف نص كمية البهارات اللي احنا خلطناها مع بعض، هي مش هاخدها كلها، هاخد نص الكمية بس. بس الكمية الباقية هنضيفها على الدقيق. ودوبت كويس قوي كده الخليط مع بعضه، خليته يمتزج مع بعضه. بعد كده هننزل بالفراخ. هنا الفراخ بقى هتسيبيها تتبل. بصوا قوام العجينه اللي معايا مش تقيله خالص، وضفت شويه ملح كمان علشان الدي طبعا بيحتاج ان انت تضيفي شويه ملح عشان ما يطلعش معاكي الفراخ عدمه او دلعه. هنزل بقى بالفراخ على طول كده زي ما انتم شايفين في التتبيله اللي معانا دي، وسيبيها بقى ساعتين ثلاثه، ليله كامله. انا سبتها ساعتين بس مش اكتر، وممكن يكون كمان اقل من ساعتين، بس هتسيبيها طبعا في الثلاجه، هتغطيها وتسيبيها في الثلاجه، واديت لي طعم روعه. يعني مش محتاجه ان انت تسيبيها ليله ولا تسيبيها اي ولا تقعدي تنقعيها ولا اي حاجه خالص، ادتني طعم رهيب والله العظيم. جربيها ان شاء الله هتعجبك. وهنا ابتديت والفراخ بتتبل في التلاجة، ابتديت ان انا اعمل الكولسلو، لان الكولسلو برضو بيبقى عايز وقت في التلاجة يدبل علشان الكرنب، يعني اوراق الكرنب لازم تدبل في التتبيلة اللي احنا هنعملها لها، او في خلطة التتبيلة اللي احنا هنعملها لها. قطعتها كده رفيع زي ما انتم شايفين، عايزة تقطعيها بالمبشرة، عايزة تقطعيها في الكبة زي ما انت عايزة. انا فضلت ان انا اقطعها كده صغير لان صراحه كسلت اطلع الكب بس كده. وضفت كميه الكرنب كله في البوله اللي احنا
هنعمل فيها الكولسلو. وطبعا لازم تضيفي كمان جزراية، لكن انا ما كانش عندي جزرة فاستكفيت بالكرنب بس. وفي كمان بيحبوا ان هم يضيفوا بصلاية صغيرة تقطعها قطع صغيرة براحتك، احنا مش بنحب فيها البصل. هنا هبتدي ان انا اعمل المايونيز اللي هضيفه على الكولسلو. معايا بيضة ومعايا حوالي معلقة كبيرة من المستردة ورشة بسيطة من الفلفل الاسود ورشة بسيطة من الملح ونص كوباية من الزيت بس كده، وهي بتطلع معاكي احلى مايونيز. هنا في الخلاط زي ما انتوا شفتوا لازم تكون الخلاط نظيف وناشف خالص ما فيهوش ولا نقطه ميه علشان يديكي النتيجه اللي انت شايفاها معايا دي، المايونيز يتقل كده. لو في ميه في الخلاط عمره ما هيتقل معاكي بالطريقه دي. بس كده ضربته لحد ما تقل معايا بالطريقه دي، بقى مايونيز طعمه تحفه احلى من اللي بنشتريه من بره. والله مش شكرانيه في اللي انا بعمله، بس جربيه وهتدوقي وهتعرفي. هنا ضفت كوبايه من الزبادي، كوبايه متوسطه يعني مش صغيره، وهضيف كمان حوالي 4 معالق من السكر وربع كوبايه من الخل بس كده، وهضرب الخليط ده كله مع بعضه كويس قوي. بعد كده هضيفه على طول على سلطه الكولسلو. بس مفيش اسهل من كده، كل المكونات موجوده عندك في البيت وتقدري تعملي الكولسلو بكل سهوله، وهيطلع طعمه روعه. وجربيه برضو ان شاء الله هتدعي لي. اهو ده قوام الخليط اللي هنضيفه على الكروم بس بالشكل ده، وهبتدي ان انا اقلبه مع بعض وبرضو اسيبه في التلاجة. بس هنا لو هتلاحظي ان انا لقيت ان الخلطة قليلة شوية فزودت شوية لبن صغيرين، يعني مش هيحصل اي حاجة، بس انا عايزاها بس تكون الكرنب متغطي خالص بالخلطه، خلطه المايونيز والزبادي علشان يديكي طعم حلو في الاخر. بس كده هسيبها في التلاجة، وطبعا بتدبل مع كل ما تقعد معاكي في التلاجة بتدبل وبتديكي طعم احلى. بس كده هبتدي ان احنا نحمر الفراخ. معايا 1/2 كيلو من الدقيق، وهضيف له طبعا بقيه البهارات اللي احنا كنا عاملينها في الاول خالص واخدين نصها، ده النص التاني من البهارات. هقلبه كويس قوي في الدقيق عشان يبقى كل حاجه متتبله اللي هنضيف فيها الفراخ، يبقى كل حاجه متتبله ومتطعمه. بس كده والفراخ طبعا اتتبلت معايا، فهاخد قطعه قطعه واغلفها بالدقيق. بس هنا نسيت حاجة مهمة قوي وهقول لكم دلوقتي ايه هي اللي نسيتها، وايه الفرق ما بين انت بتحطيها وما بتحطهاش. فدي حاجة طلعت صدفة كده بس علشان قلت كويس وهبين لكم كل حاجة علشان تعرفي ايه الفرق. وهنا ضفتها حطيت الفراخ زي ما انتم شايفين كده في القلاية. ما عندكيش قلاية عادي ممكن تعمليها في حلة، بس اهم حاجة يكون الزيت كده عميق يكون مغطي خالص الفراخ علشان تستوي معاكي، لان هي مش مستوية نهائي. وطبعا على درجة حرارة متوسطة بتاخد وبتغطيها، وبتاخد الفراخ حوالي من 12 دقيقة لربع ساعة علشان تكون استوت معاكي. بس كده مش هكتر اكتر من كده، هحط 3 قطع وبس لان القلاية صغيرة مش كبيرة. خلاص كده وعلى نار متوسطة برضو في القلاية، برضو على نار متوسطة يعني بخلي درجة الحرارة متوسطة. يعني ده المكون اللي انا نسيته، معلقة كبيرة من النشا. النشا بيفرق في ايه؟ مش في قرمشة خالص، القرمشة اللي بتدينا القرمشة في الفراخ الدقيق مش النشا. النشا بيفرق في لون الفراخ، وكمان بصوا من غير نشا اديتلي اللون ده، هوريكم اللون اللي طلع لما ضفت معلقة النشا. وما تزوديش اكتر من معلقة، هي بتخلي الفراخ تقعد فترة أكبر في الزيت، معلقة النشا تستوي في نفس الوقت ما تاخدش لون غامق. هنا علشان تستوي معايا الفراخ زي ما تشوفتوا اللي هي المرة الأولى سبتها تستوي، طبعا مش هقدر أطلعها ما استويتش فخدت لون غامق شوية. بس كده ابتديت ان انا اعمل الدور التاني، وهتشوفوا بقى المرة التانية اللي هي بمعلقة النشا لونها عامل ازاي. هتلاقيها لونها حلو ومظبوط وكمان مستوية. وما تزوديش اكتر من معلقة، لان اكتر من معلقة بتخلي الفراخ تفضل فترة كبيرة في الزيت فبتنشف معاكي قوي. او تبصوا اللون تحفة والريحة والطعم مش قادرة اقول لكم، جربوها والله بجد هتعجبكم قوي. شايفين ومستوية، هوريكم قد ايه مستوية دلوقتي في اخر الفيديو احنا بنقدم الطبق الفراخ. دي كمية كلها اللي عملتها من الفراخ،
عايزة تكبري حجم الكفر براحتك، هسيبكم تسمعوا الصوت. سامعين قد ايه مقرمشة والكفر متماسك مش واقع منها خالص، وتحفة ولونها وطعمها روعة. وهنا قدمت معاها الكولسلو، وكمان عملت معاها رز، بس المرة دي ما عملتش رز ريزو، لا انا عملت رز عادي بالخلطة اللي هو رز بالكبدة والقوانص بس كده، واكلة حلوة قوي ومش مكلفة غير ما بتشتريها من بره. بصوا هنا اكتر حاجة بتكون ما استويتش اللي هي الفخدة بتاعت الفراخ، بصوا مستوية خالص ازاي، شايفين قد ايه مستوية، تحفة. جربيها ان شاء الله هتعجبك، وما تنسينيش باللايك، ولا اول مرة شوفني يا ريت تشترك في قناة جوداني، واشوفكم باذن الله فيديو تاني جديد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.